السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خلاف كبير قوي قوي، هل احنا عرب ولا هل احنا فراعنة ولا هل احنا ايه بالظبط؟ طيب خلينا نتفق بس اتفاق، ما دمت بتتكلم عربي فانت عربي ايا يكن دينك ايه وساكن فين، وما دمت بتتكلم عربي فانت عربي. فما ينفعش واحد يقول لك لا انا مش عربي وهو كاتبها بالعربي، انت مش كاتبها لي بالاغريقي. طيب نخش على الكلمة التانية، هل احنا فراعنة وهل نفتخر بحضارة الفراعنة؟ طيب بداية، كلمة فراعنة دي كلمة خطأ. خطأ ليه؟ احنا بنفتخر بحضارة المصريين القدماء، ده علم اسمه علم المصريات، مفيش في العالم علم زيه. يعني مفيش علم الصينيين أو علم اليابانيين، لا، هي اللي اكتشفوه في الحضارة بتاعتنا قريب جدا، فلازم نفتخر بيه. واحنا ما عندناش تلت صراع عالم، دي معلومة غلط. لكن من ناحية العدد هتلاقي الصين عندهم كوبايات بقالها آلاف السنين، بس كوبايات ملهاش أي معنى وشكلها مش مبهر، عكس الحضارة المصرية أصغر حاجة فيها تبقى مبهرة، يعني مقبرة واحدة بس تبهر العالم كله. فإحنا مفتخرين جدا جدا بالحضارة المصرية القديمة، أو إن شئت الدقة فسميها عصر الأسرات، لأن هم 30 أسرة. طيب الفراعنة الكلمة دي لم ترد، كلمة الفراعنة لم ترد لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد ولا في العهد الحديث القرآن، ولم ترد في كتب اليونانيين ولا ترد في أي كتب خالص، لم ترد جمعا، إنما على طول بترد مفرد، فرعون فرعون فرعون. يعني في العهد دي أقصد بيه أكتر من شخص، تمام، لكن ما كانش مقصود، يعني في أكتر من شخص سمي بالاسم ده بس ما تتورطش جمع. انما في القران هو ذكر شخص واحد بس اللي هو في قصه سيدنا موسى، واحنا ما نعرفش مين بالظبط، وانا مش هقدر الوي الايات عشان اوصلك ان هو الملك الفلاني عشان عايز اثبت صحه القران، لا، القران مش محتاج ان انا اثبت صحته، ولا هل هو علم المصريات، لا. فاحنا مش عارفين هو مين فعلا، هل هو كان في عصر الاقصوص قبل كده بعد كده، لكن ما عندناش اي حاجه خالص. طيب بيشيروا للملك معين، نتيجة ايه بقى الإشارة ديت؟ الترجمة السبعوية أو السبعونية للتوراة، وهي مش ترجمة، هي كتابة حديثة للتوراة. اللي حصل ايه؟ لما جه سيدنا موسى جاب الوصايا الخمس والتوراة، لكن هم بعد كده عدلوا فيها كتير وغيروا فيها، يحرفون الكلمة من بعض مواضعه، وتحريف كان تحريفين، تحريف لمكان الكلام، الكلام نفسه غيروه، والتفسيرات بعد كده الخامات غيروا فيها، وحصل ان في هدم كتير جدا للمملكة، لان كان في ثورات كتير بتحصل، فبيحصل حصار، يعني الملوك بتوع بابل او العراق 6 مرات ياخدوهم ويحتلوهم ويدمروا المملكة بتاعتهم. نصر عمل لهم السبي الاول والسبي التاني، وبعد وكتب كذا مره الكتاب يختفي تماما، وجه مثلا عزير كتبه له من اول جديد، وكان ما كانش بيتكتب ككتاب، كان بيبقى ورقات. فكان لحد عهد بطليموس، يعني بنتكلم في القرن الاول الميلادي او في يعني في النواحي ديت، ما كانش في كتاب، كان كل واحد معاه كام ورق كده زي اذكار الصلاه كده بيقعد يقولها، ادعيه، يعني بعض الحاجات اللي قصص، تمام. وهم ما كانوش بيخلوا حد يقراها، كان هو الحاخام بيجمع الرعايه بتوعه ويقعد يقراها لهم الصبح وبالليل وهكذا. فبطليموس تاني قال لهم لا انا عايز اشوف الكتاب دوت، تمام. ف 70 واحد جم من الحاخامات وراحوا ايه، حاخام يعني حاكم زي العربيه، ثم ما تقفش الحاء فبقت خاخام. فكل واحد قعد من 70 واحد دول في كهف، وبعد 70 يوم طلعوا وقالوا تعالوا نحطهم قدام بعض، حطوا 70 نسخة طلعوا تبقى الأصل. طبعا الكلام ده كله مش حقيقي، إن هو قعد أكتر من سنة وكان فيه أخطاء كتير جدا، يعني حتى المدينة اللي اتولد فيها سيدنا إبراهيم مكتوبة غلط، فهم كان اعتقادهم على مدينة معينة في العراق، لكن بعد كده لما رجعوا للنسخ القديمة اكتشفوا إن لأ مش هي ديت. وفضل التوراة يعني مش كتاب مقدس، تمام، يعني العهد التوراة ما كانش كتاب مقدس، تمام، لحد ما جت المسيحية. لما جت المسيحية بدأوا يكتبوا الأناجيل أو البشرى، الـ4 أناجيل، فلقوا إن ما عندهمش أحكام، وقصة الأنبياء مش معروف، حاجات كتيرة جدا،
فقال لك هنستعين بالكتاب بتاع اليهود. فبدأ من ساعتها يبقى يعني واخد وضع القداسة، لأن هو علميا كان في أخطاء كتير، في مش مطابق للتاريخ، في حاجات كتيرة مش مظبوطة. هما فرويد كان بيقول لك إن اليهود عندهم عقدة من المصريين القدماء، الحضارة انبهروا بيها واضطروا إن هما يكتبوا حاجات كتيرة جدا. اكتشف العلم من الحديث من خلال الصدمات، يعني هو كان صدقها لكن اكتشف من خلال الصدمات الأخطاء اللي موجودة فيها. يعني مثلا هما كاتبين إن العمر العالم، إن العالم بدأ وسيدنا آدم 7000 سنة، تمام؟ فلما لقوا الحاجات المصرية القديمة تعود لأكتر من كده، قال لك لأ، يعني الكنيسة قالت له إيه ده كده، يعني الكلام ده اللي يقول كده يكفر، اللي يقول إن في حاجة لقوها في مصر ترجع ل 10000 سنة، ده كفر، ده إزاي يعني أنتوا بتكذبوا بإيه؟ فعمل لهم صدمة كبيرة. وأخطاء كتيرة جدا بدأت تظهر، تمام؟ يعني لما بيكتبوا الكتب بدأوا يرجعوا للحاجات اللي كانت موجودة في مكتبة اسكندرية ساعتها، فنقلوا الحاجات فطلع فيها أخطاء. يعني هم كانوا مكتشفين فاكرين دي الحقيقة المطلقة اللي ما فيهاش حاجة خالص. فلذلك من العجيب إن الإسلام لما جه يقول لك إن هو خد من التوراة والإنجيل والحاجات ديت. طب ليه ما خدش 7000 سنة؟ ليه الأخطاء اللي بننتقدها دلوقتي مش موجودة في القرآن؟ تمام. فلذلك احنا في القرآن جه عندنا قصة سيدنا فرعون آمنا بها، وقصة سيدنا موسى آمنا بها، لكن التفصيلة بقى ان احنا ناخدها من الإسرائيليات. الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي حكم، مش انا اللي بحكم، انا راجل جاهل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني خليكم على الحذر، قولوا حاجات بس ما تقولش ان دي من القرآن، ما تنسبهاش للرسول صلى الله عليه وسلم، لا دي من الإسرائيليات. فنبقى عارفين ان احنا نفرق بين دي ودي. وعلى فكره بطليموس الثاني هو اللي امر عالم من العلماء ان هو يعمل عصر رسولات، فهو اتكلم بكل حاجه وشرح بالتفصيل، وهو اللي حط يعني اغلب اللي احنا نعرفه دلوقتي. لكن اليهود، تمام، وخلي بالك في فرق كبير جدا بين اليهود وبين اسرائيل، هنرجع له. بس نرجع بس ايه القصه دي، راحوا ايه شافوا اعظم عالي، اعظم ملك في التاريخ الفرعوني، وقالوا ان هو ده فرعون رمسيس الثاني. هم يعني لو قعدت ترجع لكل المراجع اللي بتقول ان فرعون هو رمسيس الثاني، هتلاقي هي الترجمه السبعونيه اللي اليهود كتبوها في التوراه، واحنا خدنا التفصيله دي من عندهم من غير ما يكون عندنا حاجه لا في السنه الصحيحه ولا في القران. وتلاحظ ان القران كان دقيق جدا في القصه دي، يعني لما كان بيتكلم على القوم مع سيدنا موسى، فتلاقي على طول يقول بني اسرائيل بني اسرائيل بني اسرائيل، هم دول اولاد سيدنا يعقوب، تمام. وحتى من ضمن العجائب اولاد يعقوب كانوا داخلين المفروض 70 واحد، قعدوا لهم عدد عشرات السنين، يقول لك خرجوا 600000، التوراة بيقولوا كده. حتى يعني اللي درسوا تاريخ في من اليهود والحاخامات يقول لك انا اصدق اي حاجه ما عدا النسبه دي، ازاي 70 واحد قعدوا لهم 300 400 سنة بقوا 600000؟ يعني ازاي العدد ده كله؟ بعد كده القرآن يقول لك اليهود، يعني لما بيجي يتكلم على اليهود اللي في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عصرنا الحالي يقول لك اليهود، ولتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. بدأ يذكرهم اليهود مش بني اسرائيل. ليه؟ لان النسل اللي موجود ايام الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص ما بقاش ليه علاقة ببني إسرائيل، دي حاجة بني إسرائيل اللي هم أحفاد سيدنا يعقوب، وأغلبهم تنصر لما ظهر المسيحية، وأغلبهم أسلم لما ظهرت الإسلام. حتى اليهود اللي في اليمن كان فيها كتير، أغلبهم دخل الإسلام لما الإسلام ظهر، تمام، فيهم اللي حافظ على اليهودية بتاعته. فالشاهد إن إحنا بنفتخر بالعروبة بتاعتنا، وبنفتخر بالمصريين القدماء، بس ما نسيبش نفسنا الفرعون، نسيب نفسنا لأحمس، لرمسيس الثاني، لمينا، يعني في عشرات الملوك، أخناتون أول من دعا للتوحيد، يعني ما فيش أي مشكلة خالص. لكن يعني ما تسيبش نفسك شخص أصلا لسه ما فيش أي دليل تاريخي علمي يقول إن هو من الملوك دول، لا ده ممكن يكون من الهكسوس، ممكن يكون من اي حد تاني جا
كان محتل الارض ديت او محدش عارف تفاصيل. ف حتى لو هنسمي نفسنا هتسمي نفسك يعني واحد يعني والعياذ بالله طلع حفيد ابو جهل ابو لهب، هينسب نفسه لابو لهب ولا هينسب نفسه لابو طالب عبد المطلب؟ يقول لك بدل ما يقول ابو لهب، ابو لهب مين؟ ابو عبد المطلب، فهينسب نفسه لعبد المطلب. وضحت القصة؟ بس الله المستعان.